Chers élèves de la troisième année, on va continuer notre leçon sur l'immunité. Aujourd'hui, on va voir l'immunité adaptative ou bien spécifique. إذن سنكمل الدرس حول المناعة وفي هذا الفيديو إن شاء الله سنرى المناعة النوعية أو المناعة المكتسبة. مفهوم؟ كنا قد رأينا في الحصة السابقة المناعة الطبيعية ou bien l'immunité innée et non spécifique. هذه المناعة كما سبق وأن رأينا أنها تولد مع الإنسان. إذن وقد رأينا بأن الله سبحانه وتعالى رزقنا بحواجز طبيعية، حواجز ميكانيكية، حواجز كيميائية التي تحافظ هذا الجسم، تحافظ عليه من الجراثيم الموجودة في كل مكان. Bon, aujourd'hui on va voir, comme j'ai déjà dit, l'immunité adaptative ou bien l'immunité non spécifique. Bon, on a déjà parlé de la phagocytose, d'accord? La phagocytose, donc, il s'agit des phagocytes ou bien des globules blancs, كريات بيضاء التي تخرج من الشعيرات الدموية و يعني وتذهب تلقائيا إلى مولد المضاد للقضاء عليه، مفهوم؟ وكنا قد رأينا مراحل هذه العملية التي تسمى بالبلعامة لا فاغوسيتوز. On a parlé de quatre étapes. Dans ce schéma, il y a seulement trois étapes, mais c'est pas grave. On a la première, c'est la fixation. تثبيت الجرثوم. المرحلة الثانية ابتلاع الجرثوم. المرحلة الثالثة هضم الجرثوم. والمرحلة الرابعة طرح الحطام. دونك هذه هي البلعامة لا فاغوسيتوز. مي سي سيت اوبيراسيون ني با ريوسي الوغ اون فا باسي ا اوتر شوز. دونك اون ا ان ان فاغوسيت كي فا ديجيري لو فيروس. دونك ريغاردي ايسي لو فيروس او بيان لا باكتيري كونتيان دي زونتيجين. Ça, ces petites choses-là, on les appelle des antigènes qui existent sur la membrane du virus ou bien de bactéries. مولد المضاد. إذن هي بكتيريا أو فيروس حمى تحتوي على غشائها مولد مضاد أو أنتيجين. مفهوم؟ إذن تقوم الكرية البيضاء أو البلعامية بهضم البكتيريا أو الفيروس و تأخذ عينة من هذا الميكروب أو هذا الجرثوم وتضعه على السطح كما نرى هنا في الرسم. ستضعه هنا. هذا سيتان نونتيجين أو مولد مضاد. مفهوم؟ إذن هذه البلعامية تسمى الآن عملية بلعامية بلعامية عارضة لمولد المضاد. باللغة الفرنسية نسميها CPA. ما معنى CPA؟ سيلول بريزونتاتريس دو لونتيجين. خلية عارضة لمولد المضاد. ونحن نعلم بأن هناك ثلاثة أنواع من اللمفاويات. مفهوم؟ كاين لمفاويات بي، لمفاويات تي أربعة، تي ولمفاويات تي أربعة. إذن ماذا يقع؟ اللمفاويات بي، هاد اللمفاويات أو هي عبارة عن كريات بيضاء، سوسون دي لوكوسيت. هاد لي لوكوسيت غادي يتعرفون على هذاك داك مولد المضاد، سواء عن طريق الخلية العارضة لمولد المضاد، أو يعني بنفسها تتعرف عليه. مفهوم؟ إذن عندنا هنا reconnaissance de l'antigène. بعد هاد الخلية il va migrer jusqu'à les ganglions lymphatiques. يعني هاد الخلية هادي دونك من العملية فشلت نتاع القضاء على الفيروس عن طريق البلعامة، عن طريق البلعاميات، ماذا تفعل هذه الخلية؟ غادي تاخذ واحد الطريف، واحد لونتيجين، وتلصقو على السطح ديالها، على الغشاء. وفين غادي تمشي؟ غادي تمشي للعقد اللمفاوية. أين توجد العقد اللمفاوية؟ توجد هاد لي غونغليون لمفاتيك، توجد في العنق،
توجد كذلك تحت الإبط، يعني توجد يعني في جميع أعضاء الجسم. سأريكم الصورة التي توجد بها هذه العقد اللمفاوية. إذن حينما تذهب هذه الخلية، ستتعرف عليه الخلية أو اللمفاوية بي، ستتعرف عليه. دونك حينما تتعرف عليه، كذلك ستتعرف عليه تي 4. هذا التي 4، هذه اللمفاوية تي 4، هي في الحقيقة هي أساس الجهاز المناعي النوعي، هي الأساس. لماذا؟ لأنها حينما تتعرف عليه ستقوم بإنتاج واحد المادة سميتها الانتيغلوكين. هذا الانتيغلوكين ماذا يفعل؟ يحفز الخلية اللمفاويات تي واللمفاويات بي في التكاثر. قد يكون واحد الملتيبليكاسيون، ها هي واحد تكاثر مفهوم، تكاثر اللمفاويات بي. إذن حينما تتكاثر هاد واحد المجموعة من هاد اللمفاويات، هذاك التكاثر بعد هو اللي كيوضح لنا، كيفسر لنا لماذا تنتفخ هذيك العقد اللمفاوية. يعني سوف يعني تصير مؤلمة دولوغوز، وكذلك تنتفخ. هذوك لي غونغليو اللي كيكونوا في العنق مثلا، اللي لو جعتنا الضرس او باغ اكزومبل الا كان عندنا شي جرح، ولا هاد العقد مثلا اللي في العنق تنتفخ. كذلك مثلا الا كان عندنا شي جرح مثلا في اليد، ولا عندنا عقد لمفاويه تحت الابط، تنتفخ. لماذا؟ هذاك الانتفاخ ناتج عن تكاثر هذه الكريات اللمفاويات بي واللمفاويات تي بطبيعة الحال، مفهوم؟ يعني تكاثر في العقد اللمفاوية الموجودة في هذه الأمكنة. دونك ها واحد المجموعة كنسميو هاد ليطاب لا ديفيرونسياسيون، واحد المجموعة سوف تنتج لنا دي زونتيكور، يعني مضادات أجسام. غادي تنتج لنا مضادات أجسام، وتقوم هاد مضادات الأجسام تقوم بالقضاء على هذا الجرثوم او هذه البكتيريا او الحمى، مفهوم؟ اذا هذه العمليه او هذه الطريقه تسمى ريبونس ايمونيتير ا ميدياسيون ايمورال، مناعه ذات وسيط خلطي. ايمورال يعني خلطيه، مفهوم؟ علاش خلطية؟ لأنها تنتج مضادات الأجسام في الدم، ويتم القضاء على هذه البكتيريا أو هذه الجراثيم، مفهوم؟ أما الآن حينما تتكاثر اللمفاويات تي 8، تتكاثر كذلك واحد المجموعة منها تصير لمفاويات تي قاتلة، تقوم بإنتاج مادة و تقضي على الخلايا التي يوجد بها الجرثوم، يعني خلايا فاسدة. كذلك تصلح في القضاء على الخلايا السرطانية. إذن هذه تسمى استجابة مناعية ذات مسلك خلوي سيلولار، وهذه استجابة مناعية ذات مسلك خلطي. حتى هنا عندنا هذه واحد المجموعة نتاع اللمفاويات بي تصير مجموعة ذاكرة. لماذا ذاكرة؟ أو لأنه حينما يتعرض جسم الإنسان إلى هذا الجرثوم مرة أخرى، تكون هذه الخلايا مستعدة للقضاء عليه. وهنا يأتي دور أو أهمية التلقيح، لافاكسيناسيون. يعني هذا هو لو بروسيسوس دو لافاكسيناسيون. كتكون واحد، غادي سنراه لاحقا باش ما نطولش في الفيديو. إذن اللمفاويات بي واحد المجموعه تصير ذاكره، نفس الشيء بالنسبه للمفاويات تي، تصير مجموعه تصير ذاكره ومجموعه تصير قاتله، تقتل الخلايا التي تكون قد افسدها الفيروس او الحمى التي دخلت بداخلها. إذن هذه هي خلاصه المناعه النوعيه. إذن لاحظوا هنا، بون عندنا ها هي هنا، هذا لانفوسيت بي برودكسيون دونتيكور، إذا تكاثر ملتيبليكاسيون. دونك عندنا إنتاج مضادات الأجسام دي زونتيكور، هذيك لي زونتيكور
سوف تلتصق بالجرثوم وتقضي عليه نوتراليزاسيون دي ميكرو اورغانيزم. مفهوم؟ إذن المسلك الآخر وهو المسلك الخلوي سيلولار لانفوسيت تي، تكاثر لانفوسيت تي، هناك إنتاج لانفوسيت تي قاتلة تيور ستقضي على الخلايا المصابة بالفيروس. دونك عند ديستركسيون بار كونتاكت دو لا سيلول انفيكتي. بون هذه خلاصة، ولفهم هذه العملية يجب بطبيعة الحال إنجاز تمارين يعني بكثرة حتى تفهم هذه المناعة سواء كانت خلطية أو خلوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.